أحبائي الرياضة وفيا قناة حنبعل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من جمعة سبور. في حصة الليلة باش نحكيو على آخر استعدادات بعض الأندية التونسية قبل لقاء الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تواكبوا معنا بعض الرياضات الأخرى في حصة جمعة سبور، لكن قبل هذا الكل أكيد الحديث هذه الأيام عن لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري والنادي الرياضي أصفاقسي. ذلك علاش سعيد باستقبال ضيفي من فريق النادي الرياضي أصفاقسي المدير الرياضي سي النصر البدوي. مرحبا بك. مرحبا شاكر وكافة المتفرجين الكل. اي سي النصر، نبداو باخر استعدادات النادي الرياضي أصفاقسي لهذه المباراة، مباراة هامة فيها لقب قاري اكيد ينجم يدخل لخزينة النادي الرياضي أصفاقسي. والله صحيح شاكر، باه احنا مالوريزمون معناتها المرحلة هذه عندنا زوز مباريات اللي هما زوز هامين، تعرف اللي غدوة عندنا مباراة ضد توزر معناتها في البطولة، بتعرف احنا اليوم نادي صفاقسي لازم ينتصر في مباراة البطولة باش يقعد يواصل المسيرة بتاعه الإيجابية، وبعد إن شاء الله أبارتير من نهار الأحد باش ندخلوا في التحضير لمباراة السوبر ضد الأهلي المصري اللي خيرنا البارح الفريق جال العاصمة باش نقعدوا فرد مرة، ماناش باش نرجعوا لصفاقس بعد المباراة باش نقعدوا. عندكم مدة في العاصمة انتم ما احنا عندنا مدة كبيرة، معناتها كانت فما برشا نفقات كبيرة اللي كبدها اليوم النادي الصفاقسي، نقول لك أكثر من 250 ألف دينار معناتها مصاريف زايدة بالنسبة للنادي الصفاقسي أنه مش موجود ملعب الطيب هذي بزيدوا عليه أنه مصاريف نقل وإقامة، معناتها نقل وإقامة ومعناتها تعرف المباريات اللي نلعبوا فيهم الكل معناتها قراب معناتها فترة تكون طويلة باش نمشيو لصفاقس ونعاودو نرجعو يتطلب برشا وقت، وزيد على هذايا غياب الجماهير نتاعنا وحرمان جماهيرنا ان ما تحضرش مباريات هذوك، زاد اكبر حاجة نحسو بها ونعانيو بها على خاطر الجماهير نتاع النادي صفاقسي السنة تحرمت من الفريق نتاعها، لكن مالوريزمون معناتها اوريزمون بور معناتها اليوم النادي صفاقسي قاعد يقدم في نداء باهي ونتيجة باهية، ان شاء الله في القريب العاجل نرجعو على الاقل في ظروف باهيه للامانه، وسي حتى التضحيات اللي قام بها النادي الصفاقسي للامانه معناتها ظروف التمارين توا الى حد الان ولات ممتازه، ولينا كيما الفرق الاخرى الكل، خاطر في السنوات الاخرى الكل النادي الصفاقسي كان مظلوم، ما كانش عندنا ظروف نتاع عمل ممتازه، الملعب الفرعي الحقم اللي دربنا فيه كانت الظروف باهيه، ان شاء الله معناتها الملعب الرئيسي كيف هذا يجرنا باش اليوم النادي الصفاقسي يتعدى مرحله اخرى وينجم يتطور في ادائه الجماعي والفردي. تعرف شاكر اللاعب وقت اللي يبدا يتدرب في ظروف طيبه ينجم في عشب ممتاز، ينجم المدرب يخدم عامل جو وبيده حتى في السيونس دونترينمون معناتها تحس امبيونس باهي ومش خايف على ساقيه لا يعمل لونتورس ولا يعمل معناتها، بل كانت عندها مشاكل مع الارضيه ومع البليسور ومع السيونس دونترينمون وليفوليسيون دي جوار كيفاش ينجموا يتحسنوا كيفاش ينجموا يتطوروا، لكن ان شاء الله معناتها الظروف توا قاعده تتحسن كيما زاد وسي سمعتوا اللي فيا ريال ان شاء الله باش تجي تلعب في صفاقس، من جملتها حكيت انا وزي لطفي قلت له كان جبناهم في ظروف قبل معناتها ما انا حشومه كيفاش نجموا نجيبوهم، نتصور ما يجيوش كيفاش نجموا نجيبوهم، معناتها معيب حتى من باب الاحترام للناس في الظروف اللي كان يدرب فيها النادي الصفاقسي، ما تنجمش تجيب فريق في المستوى هذا، معناتها تنجم تجيب فريق في المستوى هذا لما تبدا عندك ظروف اللي تنجم تستقبل العباد على احسن ما يرام. هذا جرنا حكينا فيه هذا. نرجعوا لفيا ريال اكيد سي ناصر، المقابله هذه الوديه اللي باش تكون معناتها مهمه برشا للنادي الصفاقسي، خاصه انه معناتها فهمنا من تصريحات سي لطفي عبد الناظر وانه فما امكانيه معناتها بتاع ترونسفير بتاع ملاعبي ولا زوز، قرينا حتى في الصحف معناتها قيمة كبيرة معناتها صفقة مالية تكون هامة برشا ومداخيل للسي اس اس هامة برشا. تنرجعوا للحديث على هذه المقابلة مع فريق فيا ريال الإسباني، لكن خلينا قبل نحكيو كما قلت على آخر استعداداتكم أنتم كهيئة مديرة، خلينا من الجانب الرياضي الملاعبية نعرف عندهم مقابلة ضد جريدة توزر الجمعة هذيا، لكن قبل أكيد أنه الهيئة المديرة قاعدة تبرمج في معناتها باش تلعب مقابلة في السوبر كوب. انا يعني نقول لك معناتها التحضير صاير معناتها عنده اكثر من اللي تحدد المباراه، بون احنا كنت باش تصير يوم 23 وبعد توخر تقدم المباراه اليوم 20، من اللي تقرت بصفه نهائيه يوم 20 معناتها الحق كل الظروف ملائمه كما تعود النادي الصفاقسي، عندنا مبعوث سي حسام بوسرصار ومختار ناجي وسي
ياسين بالطاهر باش يسافروا يوم الاحد باش يحضروا ظروف للفريق باش برغم انه في مصر ما نتصورش نلقاو مفاجآت غير ساره على خاطر تعرف الفريق الاهلي المصري انه فريق كبير متعود يستقبل الفرق لكن هذا من باب الاحتياط باش ما تصيرناش دي موفي سيربريز حاولنا باش نبعثوا كما العاده حسام و والإدارات اللي مع الكل باش يحضروا وحتى فريق الأهلي المصري حضر لجنة خاصة معناتها قام بتخصيص لجنة خاصة لإعداد المباراة هذه من النواحي اللوجستيكية الكل معناتها بالطبيعة معناتها مباراة السوبر باش تكون مشاهدة برسك العالم العربي بصفة عامة مباراة ما بين نادي الصفاقسي والأهلي المصري معناتها مباراة مهمة باش تجذب برشا أنظار باش تكون فيها برشا تركيز اعلاميا وسي معناتها باش تكون مباراه كبيره باش تتابعها الناس كل معناتها مع انكثر لازم يكون فيها تحذير كبير كيما قلت لك انا معناتها في المداخله نتاعي بالنسبه للمباراه بعد المباراه باش نقعدوا في تونس باش ندربوا يوم الاحد ويوم الاثنين من بعد ان شاء الله معناتها يوم الاثنين العشيه الساعه 3 الوفد الرسمي يتحول للقار على متن الخطوط التونسيه باش نتحاول ان شاء الله مباشره للقاهره وان شاء الله نحضر مباراتنا عندنا زوز حصص تمرينيه معناتها يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء بتوقيت المباراه وان شاء الله معناتها يوم الخميس نكونوا جاهزين نمثلوا تونس كما تعودنا احسن تمثيل وكما قلت انت في المداخله نتاعك من الاول معناتها النادي الصفاقسي في حاجه اللقب هذا ظهر لي لعب عليه قبل وخسروا ان شاء الله معناتها نكونوا فما روفانش مع الاهلي بالذات معناتها نذكروا الكل النهائي لهنا في رادس نتاع الشامبيونز ليج معناتها حتى الملاعبيه ماهمش نفس الجيل نعرف ماهمش نفس الملاعبيه لما تقعد ديما معناتها في 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 اسم الفريق ديما معناتها وقت اللي يخسر الفريق مع الاهلي المصري يحب يرجع الثار نتاعو خاصه انه مش يمشي للقاهره يلعب معناتها ينجم يرجع بالكاس هذا ويحسبها معناتها ربح الثار نتاعو رياضيا بالطبيعه والله بون حكايه الثار معناتها حاجه ثأر مهمه رياضي. اي ثار رياضي حاجه مهمه لكن حسب اعتقادي انا اليوم فما تيتر اون جو معناتها فما لقب في الميزان بون سوبر كوب مش كيما شامبيونز ليغ معناتها كل حاجه عندها النكهه نتاعها اليوم نلعبوا على لقب اخر معناتها ان شاء الله معناتها الاهلي المصري نتلاقاو احنا في نفس التضارب في نفس الكاس وكيك نجموا نجموا ننتصروا عليه باش نجموا نثروا رياضيا لكن اسيد ديما الانتصار على الاهلي يقعد ديما فريق كبير في افريقيا فريق عنده لي تراديسيون تاعو اليوم برشا ناس تكلم فينا ووسائل الاعلام يحكيوا انه فريق الاهلي مش في احسن حالاته انه فريق الاهلي مش فريق جاهز هذا راهو انا هو هذاك وقت شي خوف الاهلي وقت اللي انا نقول هذه مغالطه معناتها ما يلزمش ندخلوا فيها وما يلزمش نجاحنا ظهر لي الاطار الفني واعي بالشيء هذا معناتها اللي فريق الاهلي يقعد ديما فريق كبير على ماتش على ساعه ونص ينجم يجري كل شيء برغم احنا عندنا ثقه في اللاعبين نتاعنا اللي نجموا يعملوا مباراه كبيره امام في القاهره بالذات لكن هذا ما يمنعش وما يلزمناش ندخلوا انه فريق الاهلي مش حاضر ومش جاهز تنجم تكون هذه سيناريوهات تتحضر راهو فريق الاهلي اختصاصي في فريق الاهلي عمل ملعب حتى مباراه رسميه وتحصل على الشامبيونز ليج تعرف انك تتحصل على الشامبيونز ليج وهي دوره مهمه على مباراه ساعه ونص كان ما تحتاجش وترد بالك معناتها تنجم تو باس كوتي ان شاء الله هذا لا قدرة ربي خاطر احنا واعيين الماتش يتلعب على التيران ويتربح على التيران ويتلعب ويتربح بالمردود وبالمجهود معناتها من غير هذوما ما تنجمش تهز لقب ان شاء الله نتمناو انه نادي رياضي صفاقسي اكيد هو اللي يكون متوج بلقب السوبر الافريقي سي ناصر باش نواصلوا الحديث معك اكيد على مقابله السوبر على مقابله كما قلنا فيا ريال ايضا البطوله التونسيه وحظوظ النادي الرياضي صفاقسي في الحصول على البطوله التونسيه الموسم الثاني على التوالي بحكم انك بالطبيعه مدير رياضي وعندك نظره عامه وشامله وكافيه على فريق الاكابر في السي اس اس لكن نبداو حصتنا بمواكبه لاخر استعدادات فريق سي ناصر مادام كنا نتبعوا في الاستعدادات النجم الرياضي الساحلي عندكم دوسي في الكناس معناتها باش تمشيوا للكناس باش تعملوا التعقيم. احنا من الاول كان توقع سواء النادي الصفاقسي ولا النجم الساحلي باش يوصل لاخر مرحله في التقاضي معناتها في بالي بعث النادي الصفاقسي الدوسي نتاعو ان شاء الله يوم الثلاث تعينت الجلسه باش فما وثائق جديده فما وثائق فما معطيات جديده ان شاء الله معناتها يرجع حق النادي الصفاقسي على خاطر احنا متاكدين ان النادي الصفاقسي معناتها تظلم في الموضوع هذا بالذات تظلم الى حد الان ان شاء الله معناتها يتنصف ويرجع لحقه.
مش مشكل البطولة الوطنية تو ما تعنيناش برشا سي ناصر الحقيقة، خلينا نركزوا ساعة كما قلنا على السوبر كوب، معناتها تنجم تفرح تواصل لأنه معناتها تحب ولا تكره، معناتها ما فماش برشا مقابلات إفريقية في الأيامات هذيا ومرتاحين من المقابلات الإفريقية، وقت اللي نلقاو مقابلة نتاع كأس سوبر إفريقية معناتها بين الأهلي والسي إس إس. نحب نسأل سي ناصر، أنت حكيت قبيلة على استعدادات نادي الأهلي وقلت راهو ديما يقعد فريق كبير ويلزمنا نقراو له ألف حساب، نحب نسألك حسب رأيك تحس أنه المقابلة هذه جات في وقتها بالنسبه لنادي صفاقسي؟ لا صحيح، معناتها بالنسبه لنادي صفاقسي ظل في احسن حالاته نادي صفاقسي الحمد لله، ما عندناش دي بليسور، ما عندناش ملاعبيه مضروبين، ما عندناش ملاعبيه سسبوندو، هذه الحاجه اللي تنجم تقول اللي نادي صفاقسي زاد في احسن حالاته، معناتها اليوم مش يلقى روحه في مواجهه مع نادي الاهلي المصري، معناتها ظل احسن فتره بالنسبه لنا احنا، ان شاء الله نكونوا جاهزين ان شاء الله. به كما تابعنا اكيد تحذيرات النجم الرياضي الساحلي، نتابع تحذيرات النادي الرياضي البنزرتي اللي مازال يبحث عن استقرار الاداء والنتائج مع مدربه ماهر الكنزاري، فهل تكون 3 نقاط على حساب النجم الرياضي الساحلي من ملعب سوسه بالذات؟ اكثر تفاصيل عن اخر استعدادات النادي الرياضي الصفاقسي مع مالك سيسي ومنعم الورتاني. السي بي والنجم الرياضي الساحلي باش يتقابلوا يوم الاحد في ملعب سوسه، ان شاء الله نشوفوا مقابله اكيد تحقق احلام كل المتابعين نتاعها وتكون مقابله في حجم ومستوى زوز فرق، خاصه مع استفاقه النجم الرياضي الساحلي في المده الاخيره وحاجه النادي البنزرتي لنقاط الفوز من اجل مواصله النتائج الطيبه والاقتراب اكثر من فرق الصداره. سي ناصر نواصل معك الحديث اكيد على فريق النادي الرياضي الساحلي بخصوص البطولة الوطنية، معناتها نادي صفاقسي في الجولة الأخيرة ابتعد 7 نقاط كاملة على الترجي الرياضي التونسي وقت اللي كان في قبلها بجولة قريب برشا من فريق الترجي الرياضي التونسي. والله صحيح، لازم الأخرى ضد فريق الأولمبي البيجي معناتها كانت قاسية شوية وكانت صعيبة وكانت ماذا بينا راه ما صارتناش، لكن مالوريزمون تعرف الأولمبي البيجي الظروف اللي تعدى منها، مباراة كانت صعيبة، أما احنا زيد في الشوط الأولاني ما دخلناش المباراة كما يلزم، في الشوط الثاني قبلنا هدف نقول نجم نقولوا ضد مجرى اللعب، وبعد خلقنا برشا فرص ما عرفناش نسجلوا، أرضية الميدان ما خلتناش نلعبوا الكرة اللي نجموها. اليوم النادي الصفاقسي الميزة اللي عنده والكاليتي دي جوار اللي عنده معناتها يلزم يلعب في ظروف باهية ويلعب يكون ميدان اللي نجم يلعب فيه كرة. مالوريزمون في باجا الارضيه ما كانش تسمح برشا للعب، معناتها تشوفها يمكن خضر البلوز، لكن سي ناصر معناتها جوارات جينيرالمون تاعنا يعرفوها، لكن هذا يعرفوا الظروف تاع المقابلات، فما مباريات يلزمك تربحهم حتى ولو ان تبدا الظروف ضدك باش تهز بطوله، هذا الكل ما يتخلش حتى تهز بطوله. سي ناصر معناتها نادي صفاقس كان يحب يهز البطوله كيما هزها عمناو، لعب في باجا ولعب في المستير ولعب في تيرانيت ولا زاد تعبت شويه الامور برشا. لا هما برشا نوادي سنا ضربوا على انه ما تكونش البلاي اوف البلاي اوت على خاطر هما يمكن يحسوا رواحهم عندهم ديزافونتاج على جمعيات اخرين. علاش نقول لك علاش؟ خاطر كي تلعب مع شكون من النوادي اللي ضربت؟ ما نعرفش احنا، فما على خاطر وقتها كانت تعرف فما اون بروبوزيسيون، كانت فما اقتراح انه نقعدوا نلعبوا ديما في البلاي اوف وبلاي اوت واربعه منا واربعه منا. تجربه باهي عملوها، شفنا التنافس كان النيفو باهي، معناتها كان النيفو باهي ومقابلات كبيره، تلعب في ارضيات ممتازه، تلعب في تيران ممتاز، وتكون الاولويه والاحقيه للي يكون اجدر واصح، معناتها تكون البطوله يمكن هك تعرف في مباريات كيما هذا فما برشا ظروف تدخل فيها، برشا معطيات فيها، برشا مباريات تمشي معاك ما تمشيش معاك، ولهذا كي تبدا تلعب مع ليكيب كونكورونت نتاعك سيرتينمون فما ظروف تكون ملائمه، الميدان باش يكون باهي، الظروف تكون باهي، تكون فما عينين اكثر، لكن هذا كله ما فما يعني ما يمنعش انه يلزم النادي صفاقس يحاول باش ياخذ اكثر ماكسيموم من نقاط باش ينجم يتحصل على البطوله مهما كانت الظروف. انا شو نقول حتى بعد ساعات كي تلعب مش كيما يلزم وتربح هذيك كاليتي، يلزم تكون عندك الصفات هذوما باش تهز بطوله، يلزم تكون عندك الصفات الكل، انك تبدا تلعب متوسط وتربح المباريات حاجه مهمه، تلعب على ارضيه ميدان متوسطه ولا خايبه وتعرف كيفاش تخرج من الفيكتوار حاجه مهمه، هذوك اللي يخليوك تنجم تهز بطوله، بخلافها هكاك ما تنجمش تهز بطوله. عوده سي اس اس الملعب الطيب المهيري في المقابله القادمه انطلاقا هذول من نهايه شهر فيفري وبدايه شهر مارس باش يرجع صفاقس سي اس اس يلعب في الارضيه بتاع الطيب المهيري، تنجم
تحسن شويه النتائج على الاقل نتاع سي اس اس، معناتها اللاعبيه يلقاو رواحهم في تيران يعرفوه اكثر من المنزه ولا رادس ولا. والله هو قد ما تعبنا السنه معناتها يمكن في لي ديبلاسمون لتونس، وقد ما جماهيرنا تعبت ان ما تبعتش الفريق نتاعها عن كثب، وان كانت موجوده اللي تعرف مش كيما في الرياضه الطيبين اللي يبداو 10,000 او 15,000 موجودين والملعب صغير شويه، معناتها تشجيعهم يكون اقرب ومهم برشا الميدان نعرفوه بالكدا. قد ما انه سنة فما ميريت كبير للسي اس اس انها تلت الموسم كامل تلعب اون ديبلاسمون وما ضيعتش برشا نقاط. تلعب ما رتينا ماتش المرسى، رتينا ماتش باجا، رتينا ماتش توزر في توزر، رتينا ماتشات في اللي نورمالمون كنا نجموا ننتصروا فيهم، اللي كنا نجموا المينيموم ناخذوا فيهم ان بوان، معناتها سيرتو ماتش المرسى وماتش توزر حسب اعتقادي وماتش باجا، هذوما معناتها ثلاثه مباريات اللي كانوا مفروض علينا انه ننتصروا فيهم. لكن في كرة قدم الله غالب معناتها يجيوك فترات صعيبة لازمك تعرف تخرج منهم، لكن ما يمنعش إلى حد الآن بالرغم الإيكار بتاع 7 بونت وبيننا وبين صاحب المرتلة الأولى، لكن مازال ما تلعب شيء حسب اعتقادي أنا، مازال هذا سؤالي باش نقول لك أنا، معناتها السبعة نقاط ما يغيروا حتى شيء بالنسبة لكم كهيئة مديرة في لي زوبجيكتيف نتاعكم؟ معناتها احنا فما برومي بلاس دوزيام بلاس ديجا تهز الشامبيونز ليغ، معناتها سي ديجا ما يلزمكش تتخمم كان في البلاصة الأولى، تقعد تلعب على روحك وتحاول تجاري بالماتش ومن بعد الكلاسمون يجي في الاخر، ما تقعدش تبدا تخمم تقول انا توا بعيد 7 بونتو وبعيد 12 بونتو، العب على روحك وحاول باش تربح اكثر من نقاط ممكنه، وما زالت زاد الفرق الاخرى باش تتعثر، معناتها تشوف الفرق الاخرى كل مره ظرف معين، معناتها تنجم فما برشا ايكيبات لعبت في بلادها وربحت ديفيسيلمون، معناتها ما ربحتش بسكور كبير ولا بكار كبير، حتى كان بكار كبير يجي في الاخر يمكن مونك ديكسبيريونس تاع ليزيكيب ادفيرس، يمكن مونك ديكسبيريونس نتاع ولهذا معناتها انا حسب اعتقادي مازال كل شيء يتلعب. سي ناصر، الترجي الهذي التونسي المنافس الاول خلينا نقولوا نتاعكم على البطوله قاعد يعمل في نتائج باهيه ومستقر الاداء نتاعو، النادي الصفاقسي من شيهته معناتها الناس الكل يشكروا في الاداء نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، انتم بالنسبه لكم معناتها كيفاش تتعاملوا مع معناتها الثنائيه هذيا نتاع الاداء والنتائج، معناتها كهيئه مديره تطلبوا من ملاعبيتكم نقاط قبل كل شيء ولا تطلبوا منهم كرة باهية ولعب جميل ومن بعد معناتها خاطر لأنه هذا كان ثقافة النادي الصفاقسي ذولي منذ معناتها زمان طويل معناتها. يا حسرة الشكر ما عادش تنجموا نحكيو، يا حسرة على السي اس اس اللي كانت تلعب وفي الآخر جمهورها يخرج يصفق وعاد فرحا مسرورا، معناتها لا هذه ما عادش اليوم في السي اس اس حتى اليوم تلعب السي اس اس. لا يلزم لا تلعب هذا ما نشكش فيه، معناتها هذا حبيت نقول لك اليوم اللي الستيل انك تلعب وخاسر ونصفقوا معناتها اليوم ما عادش نجموا نحكيوا عليه، اليوم ماذا بينا الزوز يكونوا متواجدين مع بعضهم، معناتها فهمت ماذا بينا اليوم حتى بيبليك سي اس اس ستانس بالفيكتوار ستانس بالتيتر ومن حقه، ما فماش علاش سي اس اس باش تلعب كوره مزيانه وتهز لي تيتر، معناتها ينجم يكونوا الزوز يتمشوا مع بعضهم، معناتها مش حاجه مستحيله، واليوم النادي الصفاقسي قاعد يعمل فيه وقاعد يحقق فيه، معناتها ولهذا ما فماش مانع باش نعملوا اداء طيب وكوميم زاد باش نكونوا برمي لي زيكيب اللي دافع عن روحها باش تاخذوا اكثر ما يمكن من الالقاب. المدرب هي عقليه يلزمها توجد وهي موجوده، توجدت عقليه الالقاب يلزمها تكون موجوده عقليه الالقاب، انك تلعب للعب اليوم ما عادش مسموح لنا وما عادش عندنا الحق باش نحكيو فيه حتى الكلام هذا. المدرب حمادي الدو معناتها هذول اللي قاعد يثبت بالنسبه لكم كهيئه انه من جوله لجوله يستحق انه يكون المدرب الاول نتاع فريق النادي الرياضي الصفاقسي، فما حتى بعض الفنيين حكاوا على انه غير طريقه اللعب، ما احتفظش بالطريقه اللي كان يلعب بها كرول وحط البصمه نتاعو في السي اس اس، والى حد اليوم نجموا نعتبروا النتائج معناتها ايجابيه نتاع المدرب هذا. والله إن شاكر بالله اذا اعطيتني فرصه باش نوضح الموضوع هذا بالذات، معناتها احنا حمادي الدو من اول ما تسلمنا الفريق معناتها تجد وقت الفتره هذيك نبيل الكوكي كمل المرحله، كنت تتذكر فما نهايه الموسم اللي قبل كمل باربعه ولا سته ماتشات، بعد ما تفهمنا مع كرول قال لا انا راني مانيش باش نكمل هذيك المدرب نبيل الكوكي، وقتها احنا مازلنا ما مضيناش مع مدرب رود كرول، لكن تم الاتفاق مع حمادي الدو. حمادي الدو الناس اللي يمكن ما تعرفوش حمادي الدورة ودرب 10 سنين في السعودية، هز القاب طلع فرق من درجة ثانية للدرجة الأولى، ما تتحصل على نتائج طيبة، وقت اللي مش سهل زاد حمادي الدو يكون مدرب أول
تجيبوا للنادي الصفاقسي وتخليه مدرب مساعد، مش اي مدرب. تو تنجم تسال برشا مدربين يكون مدرب اول ترجعه مدرب مساعد، مش اي مدرب يقبلها. لكن كان اتفاقنا معاه واضح من الاول، قلنا له يا حمادي فما امكانيه باش ندربوا مدرب رودكرول باش تكون انت المساعد نتاعو. هو في فتره ما اقترحنا في باش يكون نبيل وحمادي مع بعض، لكن نبيل في الفتره هذيك رفض، فض انه باش يكون مع حمادي دو. وقت نبيل قرر معناتها قرر بون خير انه باش ينسحب وانسحب، وقتها خلينا حمادي الدو. ومن بعد تم الاتفاق مع المدرب رود كرول باش جا المدرب رود كرول مع حمادي الدو. لكن كان الاوبجيكتيف نتاعنا من الاول كرول عاملين له كونترا بور دو زون، لكن بعد كرول بعامين حمادي باش ياخذ ليكيب اومان بعد عامين. لكن كي كرول غادر النادي الصفاقسي في عام وشهرين وتحول فريق اخر، معناتها خيرنا باش نخليه حمادي الدو. من بين تعيين حمادي الدو ومشينا كرول ما دامتش الحكايه خمس دقائق. معناتها كانت موجوده الاستراتيجيه ما كانت واضحه، كانت واضحه أكيد. ما كانتش خمس دقائق. كرول خرج من الزيتونه من هنا في اللحظه اللي ما وصلش للباب، كلمنا حمادي بلون بي موجود، جاء حمادي اتفقنا احنا وياه، اعطى رئيس النادي مسؤوليته فرح بها ويخدم على روحه وربي ينجحه. اسي انا برشا مرات نسمع اللي الاطارات التونسيه اللي ما عندهاش امكانيات كبيره، راهو الاطارات التونسيه معناتها كي تعطيها الامكانيات وتعطيها الظروف وتعطيها الملاعبيه وتعطيها الثقه، راهو تنجم تعمل برشا حاجات باهيه. مش كان بوبورتلا معناتها ينجم يعمل حاجات باهيه. نتمناو انه سي حمادي الدو على الاقل يتوج باللقب القاري هذا كاس السوبر، لانه باش تكون بدايه التتويجات بالنسبه ليه مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي، ودخول من الباب الكبير للتتويجات القاريه، لانه اي مدرب يتمنى انه يبدا بلقب كاس السوبر. نقول لك راهو حمادي الدو في الالقاب اللي تحصل عليه من النادي الصفاقسي والادوار اللي وصل لها، خاطر انا موجود من قرب عن قرب، معناتها نعرف اش قاعد نقول لك، اللي كان عنده ضلع كبير ديجا حمادي الدو. الدو توج بزوز القاب، لقب افريقي وبطوله، كان عنده فيهم قسط كبير ومجهود كبير انه باش تحصل عليه من النادي الصفاقسي. حظ طيب لنادي الرياضي الصفاقسي ومدربه حمادي دوسي. ناصر، تعرف اكثر فريق عمل تعادلات في البطوله نتاع الموسم هذا شكونه؟ لا نجم المتلوي. اي في بالي عمل الخمسه ما متشويتنيش لاخر مره. 10 تعادلات منذ انطلاق الفتره الاخيره، اخر مره خمسه مقابلات متعادله، معناتها تعادلات ورا بعضهم باسفه متتاليه. نتابع اخر استعدادات فريق النجم المتلوي قبل ما يلاقي فريق الاتحاد المونستيري مع حسين الحيدوري ونضال الطرابلسي، وبعد نرجع لواصل الحديث مع سي ناصر البدوي المدير الرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي. نتمنوا انه الاجواء الطيبه اللي عشناها دائما في كل مقابلات نجم المتلوي في هذا الموسم، واللي كانت اجواء اكثر من رياضيه بحضور الجماهير نتاع فريق نجم المتلوي، تتواصل في مباراته ضد فريق الاتحاد المونستيري هذا الاسبوع. سي ناصر البدي، نواصل معك الحديث على مباراه الوديه الحدث خلينا نقوله بالنسبه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، وهي قدوم فريق نادي فيا ريال الاسباني للتباري مع سي اس اس. كيفاش صار يعني الكونتاكت مع الفريق هذا؟ والله هو الحاجه اللي تميز من بكري، نحكي انا واحد من لي سبورتير مثلا سي اس اس، قلت هذا مش على سبيل الحكايات، معناتها الرئيس النادي وقت اللي نجم يلقى صيغه وينجم يلقى شويه هكا نوعا ما شويه وقت، نجم يوفر علاقات معناتها خاصه وينجم يوفر للفريق فرص باش يزيد يكبر فريق النادي الصفاقسي. اليوم سيلتي عبد الناظر تحول هو بيدو لاسبانيا، وكانت عنده دي كونتاكت من هنا مبرمج، كان فما موعد مبرمج حضروا له سيسور بعلاقاته سي لطفي. تحول غاديكا وتناقشوا وياه، ما حكاو في برشا حاجات من جمعها، معناتها انه باش تكون فما مباراه وديه ان شاء الله معناتها بعد نهايه الموسم في صفاقس بالذات، باش تزيد تعطي دي كونتاكت اكثر ما بين لي دي كلوب، وفما اتفاقيات ان شاء الله معناتها تكون موجوده ان شاء الله. من بين الحاجات اللي حكيوا فيها واللي صرح بها سي لطفي عبد الناظر رئيس النادي الرياضي الصفاقسي، امكانيه التفريط في ملاعبي، هو قال ملاعبي ما نعرفوش نجم يكون ملاعبي ولا زوز، من فريق النادي الرياضي الصفاقسي لفريق فيا ريال. انا مش باش نسالك على اسم الملاعبي لانه تقريبا معروفين اكثر زوز ملاعبيه واللي مطلوبين في النادي الرياضي الصفاقسي في الفتره الحاليه، هو فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف، اذا كان زيدوهم ابراهيم ندونغ ما نعرفش كان كلامي وعلي معلول، انا هو منهم الساعه المطلوب من فياريال مدام.
والله هو الحاجة اللي تميزه، مانيش باش نهرب من السؤال معناتها، مانيش باش مش تعطيني الاسم معناتها باش، لا مانيش عاطيك الاسم معناتها من... لا هربت من السؤال، لا مانيش باش نهرب من السؤال، لكن باش نقول لك اليوم فما مجموعة طيبة في النادي الصفاقسي، واليوم كان ملاعبين النادي الصفاقسي معناتها هما سوليسيتي بار بليزيور كلوب، خاطر أول حاجة ليكاليتي نتاعهم انديفيديوال وانترنسيك معناتها المهارات الفنية نتاعهم وانضباطهم واخلاقهم وتربيتهم، معناتها راهو اوسي اليوم لاعبيه المستوى الاخلاقي، تعرف اليوم اللاعب ما عادش يهم من تكون على الميدان برك معناتها يعرف يلعب الكره، لازم تكون الاخلاق نتاعو باهيه، لازم تكون ديسيبليني لبرا من الميدان، هذا كل ولا يتحط على الطاوله قبل ما يتم انتداب اي لاعب، واليوم الصفه هذه موجوده في لاعبي النادي الصفاقسي بالحق معناتها، وميزه تميز لاعبي النادي الصفاقسي انهم حتى بالرغم انه الناس قاعده تشكر فيهم وسائل الاعلام، لكن الملاعبيه عندها ديزوبجيكتيف كبار وابعاد وسقيهم على القاع وفما حاجه اخرى، فما زاد سياسه النادي اليوم تعرف اللي فخري بن يوسف ولا غيره جاتوا عروض من الخليج وجاتوا عروض من واحد، لكن احنا قلنا لهم معناتها هو رئيس النادي بصفه خاصه قال لهم معناتها ما يلزمش تتسرعوا، مازال عندكم عمر قدامكم، مازلتوا صغار، مازال كاريكم قدامكم، تلهيوا وركزوا على الكوره اللي عندهم فيها، راكم تنجموا تمشيوا لبعيد وتنجموا تمشيوا لبعيد، وهذا اللي صاير معناتها اليوم الحمد لله، ليشلون قاعد يكبر، الاسامي قاعده تكبر، الطموحات قاعده تكبر، ما عليهم كان يكملوا يخدموا على روحهم، كل حاجه تجي في وقتها، ما يلزمش نقعدوا زاد الكلام هذا اللي قاعد يتقال الكل ما يلزمش ياثر عليهم وعلى مردودهم، اليوم هما اليوم فما يمكن كلام على اكس ولا ايكغريك نجم بده يكون على اي لاعب اخر، خليني منهم هما، لكن الحاجه الوحيده اللي يقولها انا اللي هما بالعطاء نتاعهم تنجم تكون اليوم فما فيا ريال غدو ينجم يكون ايكيب اخر مهم اكثر. خلينا من اسم الفريق وخلينا من الملاعبيه بتاع النادي الرياضي الصفاقسي، اكيد انتم كهيئه مديره بتاع النادي الرياضي الصفاقسي اليوم هل انتم معناتها مستعدين للتفريط في ابرز ملاعبيه الفريق والا لا؟ وقت اللي نغزروا للضائقه الماليه، نغزروا للديون بتاع السي اس اس، عندكم معناتها برنامج في التفريط على الاقل في زوز ملاعبيه من السي اس اس؟ بس معناتها بدون ذكر اسم الفريق معناتها ما يهمناش، احنا ماذا بينا ونتمناو انه يكون فريق كبير فيا ريال، ولا سمعنا حتى عروض من اجاكس امستردام الهولندي لزوز ملاعبيه هذم، ماذا بينا يكون فريق كبير، اما انتم ما عندكم النيه في التفريط ولا؟ شو نقول لك بالنسبه للنادي الصفاقسي كان جات حكايه ماديات برك واعطيني نبيع اي ملاعبي وكيما جا رانا بعنا، فهمت معناتها رانا بعنا من الفتره اللي فاتت، لكن مش هذا يا برك اوبجيكتيفنا معناتها، مش هذا برك طموحنا انه عطينا نبيعوا ملاعبي وندخلوا فلوس، اليوم فما ضيقه ماليه ما نجمش نقول لك النادي الصفاقسي راهو التريزوري نتاعو حاجه كبيره ياسر، لكن وسي فما حاجه اللي لازم تتحط في بلاصتها والناس تعرفها، اللي لاعبين النادي الصفاقسي اليوم معناتها الاجور نتاعهم خالصه حتى نهايه جانفي، المنح نتاعهم كان فما ديزارياري بالنسبه للبطوله لكن قعدت قريب توفى الكل، معناتها الظروف الماديه مش كارثيه في النادي الصفاقسي ومش ممتازه برشا، معناتها متوسطه، هذا قاعد جاي على خاطر فما رجال النادي موجودين وملتفين وراء النادي بما فيهم لجنه الدعم اللي راسها سي منصف السلامي اللي قاعد يعمل في مجهود كبير، بالمناسبه هذه نحب نشكر سي منصف برشا على المجهود، خاطر رارما وين تلقى رئيس في قيمه سي منصف السلامي وكان رئيس قبل سي لطفي عبد الناظر تلقاه يدعم في الفريق وواقف مع الفريق بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وبنفس العنايه وبنفس ما جاوبتنيش مرتين مش مشكله لا لا سيناس. حبيت نقول لك لا حبيت نعرف معناتها ناويين تسيبوا ملاعبي ولا زوز ولا ما نجمش نقول لك نسيب ولا ما نسيبش، علاش؟ نسيب ولا ما نسيبش هذا ديما قايم الذات، كان تجي فرصه فريمون اكسبسيونيل بالنسبه للملاعبي وما يلزمهاش تتراتا ما نجمش نقول لك ما نسيبوش، واضح وانت على حسب الظرف واحنا وين موجودين وفانستات هذوما الحاجات موجودين لكن يتقروا في وقتها معناتها، فهمت؟ هو الباب محلول، انا بالنسبه للنادي الصفاقسي مش من تو، من قديم الزمان معروف اكثر فريق، وقت اللي تجي فرصه للاعبين نتاعنا باش يحسنوا مستقبلهم سواء المادي ولا الكروي ما النادي الصفاقسي ما يقفش قدام. به نخلي لك كلمه الختام سي ناصر، كان تحب معرش على مقابله السوبر كوب الافريقي، كان عندك ميساج اخر للملاعبيه قبل المقابله هذه ولا للاحباء نتاع سي اس اس؟ والله بالنسبه للاحباء ان شاء الله معناتها الفرج الساعه قريب يجي باش نرجعوا نلعبوا في صفاقس باش نكونوا قراب للاحباء نتاعنا، واحباء نتاعنا اللي تعبوا شويه في المرحله اللي تعديت في السفارات لتونس باش يتابعوا الفريق نتاعهم، بالمناسبه هذه نحب نشكر كل احباء الغيورين على الفريق
وحرصهم باش يكونوا حاضرين بالرغم بعد المسافه. بالنسبه للاعبين ضالي لاعبين نادي الصفاق كما قلت لك انا بكري في المداخله نتاعي انه بالرغم صغر سنهم لكن الحاجه اللي تميزهم انهم الاولاد عندهم تفكير ايجابي معناتها والناس كلها تطمح سيرتينمون معناتها طموح شخصي انه يحب يمشي لبعيد وهذا حق مشروع وهذا نجم ياكدوه كان بالنتائج الباهيه وان شاء الله معناتها يهديوا لتونس اللقب هذا اللي تستنى فيه تونس والنادي الصفاقسي بصفه خاصه يستنى فيه على خاطر النادي الصفاقسي اللقب هذا ما تحصلش عليه ان شاء الله معناتها المجموعه هذه اللي نجمت تجيب لقب افريقي وبطوله تونسيه تكمل تجيب السوبر باش تزيد هي بيدها تعمل قفزه نوعيه للقدام. كل التوفيق لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في مباراته ضد فريق نادي الاهلي في السوبر الافريقي. سي نصر البدوي المدير الرياضي للسي اس اس مشكور على حضوركم معنا. حبيت شرفنا. نشكرك على الاستضافه وبارك الله فيك وانت بيدك راك تبارك الله عليك قاعد منور الشاشه بالكدا. ربي يفضلك سي نصر. وربي ينجحك وربي يوفقك. يعطيك الصحه يعطيك الصحه اكيد ومرحبا بك سي نصر. ساره ترجع معنا وقت اللي يبدا النادي الرياضي الصفاقسي متوج باللقب نتاع كاس السوبر. نواصل مقابلات واستعدادات الأندية التونسية لمقابلات الجولة القادمة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وصلنا لفريق الاتحاد المنستيري، كيفاش استعاد هذا الفريق بل تنقله لمدينة المتلوي لمواجهة نجم المكان مع فخر الدين سيسي.